ايوه تمام، انتبه على ايدك. اسفه مروان، اسفه، بس ليك الحمد لله ما ضل حادث على خير وما صار لك شيء، يعني يومين ثلاثه وبترتاح وما عاد بضل فيك شيء ابدا. معقول يا روحي؟ هذا الشيء كان حادث كبير، برايي رح اخذ وقت لاتعب. انا ما بظن انك رح تطول كل هالقد، مو علي هالحركات، رح تطيب بيومين، بس انت لا تقلق، انا رح اهتم فيك منيح من هون لوقتها. اطلع شوف شلون عم بعتني فيك. انا لو بعرف هيك كنت عملت هالحادث من زمان لحتى احصل على هذا الاهتمام. مروان على مهلك، على مهل، على مهل، على مهل. تمام تمام، على مهل، على مهلك، على مهلك. اخ يا شريكي. يا ابني تعال لعندي بسرعة، وعاني أبوك. تعال 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 شوف، تعال. برافو عليك، برافو يا ابني البطل، برافو عليك. شوي 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 شوي، هلأ لسه من شوي ما كنت قدران تتحرك منيح، بس لما شفت ابنك نسيت وجعك. مزبوط لا كلامي؟ لا أنا منيح، منيح كتير، ما فيني شي أبدا، منيح. وانت كيف صرت؟ ها منيح منيح؟ أكيد ابني حلو، صار منيح وتحسن، ما هيك؟ امبارح ارتاح ونام وأخذ الدواء لهيك تحسن. أنا صحيح جهزت فطور بشهي. يلا أمي، يلا حبيبي، روح غير ثيابك مشان ننزل وناكل، عملت لك سفرة غير شكل. يلا يا روحي، أنا نازلة لتحت ورح أصب الشاي عبين ما أنتوا تنزلوا. تمام تمام، رح نغير ثيابنا وننزل. شو صار بإيدك؟ عم توجعك؟ هاي لا يا ابني، ما عم توجعني ولا شي، لا أبدا ما عم توجعني، بس أنا عم بين هيك مشان أمك تزعل علي. تمام تمام تمام. الأومليت صار جاهز. أوه شوف شوف أمك كيف عملت أومليت. شوف أكيد عملته مشانكم. مروان كان عندي إسوارة ذهب، شفت لي هالشي؟ لا ما شفتها. ليش؟ كنت بدي حطها الصبح بس ما لقيتها. خلص مو مشكلة، هي بتلاقيها أكيد. آخ إسراء، ما عم بقدر حرك إيدي، حطي لي إيه تمام. رح حط لك شوي. تفضل. صحة وهنا. إيه بس أنا بإيد عم أشرب الشاي وإيدي التانية عم توجعني، فيكي طعميني أنت لو سمحتي؟ من عيوني طبعاً. استنى سخنف، يلا افتح تمك. كتير طيب بشاهي، أعطيني لسه لقمة. إيه بعطيك. شوف يا روحي، أبوك صار مثل الأولاد، شايف كيف أمك عم بتطعمي؟ بدك طعميك كمان؟ بدك طعميك يا قلبي؟ كتير منيح. ظهري وجعني من القعدة هيك، ظهري وجعني، عرفتي؟ بتعطيني مخدة حتى وراي؟ ايه طبعاً رح أجيبها فوراً. جربها لشوف هي منيحة بتكفي؟ لا ما مشي الحال هيك، جربي حطي التاني بالله، حطيها. طيب هاي جرب هاي. منيحة كتير، ايه هاي تمام تمام, تمام. شكراً. تمام. يا أطلس شو رأيك نشرب عصير بردقان؟ لأنه كتير في فيتامين سي بيفيدنا، ما؟ إيه والله يا ريت. مزبوط كتير. طيب أصلاً أنا عصرت العصير من الصبح ومن العجلة نسيت تحطه على الطاولة. يلا رح جيبه فوراً. لسه ما لحقت أتهنب ولا لقمة واحدة. أنت رح تتأخر يا ابني، هات خليني طعميك هدول. أنا افتح افتح تمك لشوف، افتح افتح. برافو عليك يا ابني الحلو، برافو. شو محتال؟ يلا خلصنا تمام. عصير البردقان ليكو اجا. العصير مروان. يلا رح صب لكم. اطلس انا رح احط لك يا روحي، اشربوا فورا ماشي، ما بدنا نتاخر على المدرسه. يلا. لا انت لوين؟ ما رح تتركيني لحالي وانا هيك؟ ما اكيد مروان بدي يروح، لازم حدا يهتم بالشغل. نسيت اليوم لازم نشارك بالحملة. صحيح كان اليوم. ايه مزبوط اليوم، بس انت لا تاكل هم ابدا، انا ورفيق رح نحل كل شيء وكأنك موجود، لا تاكل هم ابدا تمام؟ ما بيصير، مستحيل هيك شيء، انت ورفيق خليني اجي وساعدكم كمان، ما بيصير. لا ما بيصير مستحيل. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ما بيصير ابدا، انت لسه ما تحسنت، يعني لسه ما ارتحت، كمان ايدك لسه عم توجعك لدرجة انه انت ما قدرت تقطع الاومليت بايدك وانا طعميتك، يعني كيف بدك تروح هالشغل؟ ما بيصير ما بيصير. لا خليك قاعد مرتاح هون، انا رح روح وجهز حالي وانت شو بتعمل؟ ترتاح وتريح حالك وبتهتم بصحتك، وانا بروح بعمل كل شيء، انت لا تاكل هم بالمرة ماشي؟ كل اللي بدك تعمله انك تهتم بحالك. أساساً أنت جاهزة، شو بدك تلبسي؟ مانو منيح هالشي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.